برسيج برسيج تمريرة إلى علي علي مدن علي مدن علي مدن نقل عرضية المتابعة المتابعة نعم المتابعة من وليد المتابعة من وليد البركان يسجل أولا عجمان يتقدم بأول الأهداف عن طريق النجم المغربي وليد أزارو وليد أزارو يسجل خامس أهدافه خامس أهداف هذا النجم المغربي وليد أزارو يزور شباك نادي بنياس والبركان نادي عجمان يتفوق على السماوي بهدف مقابل لا شيء الضيف على ما يبدو بأن ضيف ثقيل ضيف ثقيل عجمان يتفوق بعد هذه الكرة العرضية من البحريني والمتابعة من المغربي وهدف في شباك نادي بنياس أصبحت النتيجة الآن واحد رشيم شوفون حارس المرمى فرحاني تصدى له لكن الكرة كان فيها متابعة رائعة من وليد أزارو اللي يضعها في شباك ليسجل ثاني أهداف أو عفوا أول أهداف نادي عجمان وخامس أهداف اللاعب وليد أزارو عجمان بالعربي النجم التونسي بالعربي بالعربي يسجلها بالعربي يدونها بالعربي وعجمان يتفوق مع النجم التونسي عجمان يسجل الثاني وعجمان على الانتصار ناوي على الفرحة ناوي على التقدم ناوي البركان يسجل مرة أخرى عن طريق النجم الأول هدفهم الأول مفرحهم الأول اللاعب اللي يصل إلى الهدف التاسع ورابع أهدافه من ركلة أو من ركلات جزاء النجم محمد فراس بالعربي ابن تونس الخضراء يسعد البرتقالي بهدف ثاني من نقطة الجزاء يضاعف النتيجة وليد أزارو نجم شوط المباراة حلوين الثالث نعم الثالث هدف جميل البركان ممتع وعجمان يسجل الثالث عجمان يتفوق بالثلاثة والبرتقالي على شوناوي على شوناوي على الانتصار على الفرحة على التفوق على الوصول إلى النقطة رقم 32 لكن شوف وليد أزارو شوف التحرك شوف اللمسة من علي مدن إلى محمد فراس بالعربي عمل كبير من قران من إدارة عجمان من لاعبي عجمان والبركان يتفوق بهدفين هذا الهدف فيها دروس كبيرة يقدمها نادي عجمان للاعبي نادي بنياس كرة ثابتة الآن منقولة عرضية عالية بالرأس المحاولة قد تتخلص عادت مرة أخرى إلى سوزا يقلص الفارق يسدد من خارج منطقة الجزاء البديل يعيد الفارق إلى هدفين اللاعب اللي دخل بديل البرازيلي يسجل أول أهدافه في دوري أذنك للمحترفين في هذا الموسم اللاعب سوزا يسجل الآن من هذه اللعبة شال المدافع ثم بعد ذلك فتح لنفس المساحة سدد والسحمة الأقدام حارس المرمى لم يراها اللقطة الماضية راحت في شباكه سجل هدف التقليص قلم إلى سواريز العرضية من سواريز متابعة وهدف التقليص وبنجيت أخيرا يصل يسجل الآن هدف التقليص أصبحت النتيجة 3-2 السماوي على العودة ناوي وبنجيت لم يسجل ولم يصنع قبل هذه الجولة اليوم يسجل أول هدافه لكن عرضية رائعة من الأرجنتيني سواريز والمتابعة من الفرنسي أوبا تبعها بالشباك الفرنسي السنغالي يقلص الفارق لتصبح النتيجة الآن 3-2 إثارة كبيرة على ما يبدو في شوط المباراة الثاني أوبنجيت اللي ما سجل أوبنجيت اللي ما قدم نفسه